حابينه نشوفه فيها في تونس، شفنا شجار يعني بين عروشات بني خديش والدوزية التابعة يعني لولاية مدنين، شجار على أرض استعملوا فيه يعني بنادق الصيد، شفنا يعني سيارات يعني محروقة، شفنا إصابات يعني بالجملة تقريبا أكثر من 20 يعني إصابة. علاش؟ علاش المشاهد هذه قاعدين نشوفها في تونس وتونس إلى أين؟ الشجارة هذه يعني كلها يعني أنا نحب نفك والآخر يحب يفك، فهمتني؟ فماش يعني دولة تحكم من الآخر، نحن نحكم يعني عبارة أنا وياك نحكم، فماش دولة تحكم جملة. ما خذتش حقي بالحاكم يعني ناخذه بيدي من الدنيا من كما قلت من الضب من الضغوطات من الفقر، ناس فقيره ناس عايشه على الخبز والماء، وناس اخرى مشايخ معناها عايشين في الدنيا متبعامين كل شيء. التلفزه ولات معناها تضحك، التلفزه معناها كمشه شايخين علينا واحنا نسمعوا، وهكا يحكيوا فلانه ما كي جات لي فلانه لبستني. قريب ناكلوا بعضنا، قريب العباد ولات تنتش في بعضهم، درنا على بعضنا. انت عاجبك توا الحوت ياكل حوت وقيل الجهد يموت، فهمتني؟ كيفاش تحب الدنيا ما تاكلش بعضها بين هذا وبين هذا، ولينا شعب شعب شعب، هذاك من غادي هذاك من غادي. دونك شنو عاجبك في الجنوب؟ الجنوب هنا ولينا شعب، ولينا كل واحد من مكتوب ومن غادي، كل واحد كيفاش يتعامل. ناكلوا في بعضنا، قريب نوليو كي دزاير. دزاير قبل مش عملوا حرب بين بعضهم، مشكله وبعضهم، احنا باش نوليو نوصلوا هكاك. اللي قاعدين نشوفوا فيه في جل المناطق التونسيه هو بناء على اللي صاير في المجلس التاسيسي، على خاطر لو كان جو في المجلس التاسيسي محترمين بعضهم، الراجل يحترم المراه والمراه تحترم الراجل، ما يصيرش العنف في الشارع التونسي بصفه عامه، مش كان في منطقه واحده، في الجنوب في الوسط في الشمال. هذا كله بناء على اللي صاير في المجلس التاسيسي. معناها علاش شوف البلاد معناها وين وصلت صاحبي، وخرتها تونس شنو معناها دلت تونس يشدوها البلاد ولا يشدوها كما شدتها امريكا، تخزر كيف معناها حاله العباد وين وصلت فاميليا وعروشات ولا بالمدينه وستيت. كما حالة العبيد معناها اشترى عبيد زويه والاخزر معناها كما نقولوا نحن ما يجلسون مسمنتنا نحن مش فرنسا، كما فرنسا وكل ما شيء يخزر معناها تيدور وراي فرنسا شهدت معناها راي فرنسا اشتقف معانا شو معناها عروشيه فاميليا معناها شو البلاد وين وصلت صاحب خريت عن بعد شو معناها كما نقولوا شو توصل مازلنا شو نوصلوا برشا حاجه. وصلنا هكا في الحالة هذه نسمعوا بها ونشوفوا فيها هي مهزلة وفيحة، ما تهمش هذه كل اللي صاير سببها الدولة. الدولة ماهيش متلفتة للناس اللي كيما هكايا ضعفاء الحال، برا معناها شنو اللي عملوه هذا؟ علاش عملوه؟ على مولد الرزق نتاعها، ما عندهمش خدمة، الفقر ماكلها العباد، مع الوباء هذا اللي جا زاد حصر الناس الكل، ما عادش نجم الناس تتحرك، حتى اللي كان يتحرك ويدبر في راسه معناها باش يعيش باش يدبر قوته ما عادش ينجم، دونك ولت مناوشات كيما هكايا سي نورمال تصير حتى أكثر من هكا. كان جات الدولة واقفة على الناس الضعفاء الحال هذا ما يصيرش. الناس يتلفتوا لضعفاء الحال، الناس القلال اللي ما عندهاش خدمه قاره، الناس اللي ما عندهاش عشاليل، الناس اللي تخمم عنده كريه عنده مسؤوليه، منين باش يعمل؟ شنو باش يعمل؟ باش تحبوا يعمل انت؟ ما عنده ما يعمل، باش تولي امور هكا ضرب ومضروب ودمو 100 سيله، سي نورمال. ما عادش فيها قانون، الناس ياخذوا حقها بيديها ونشوفوا يعني الشيء هذا. بالضبط هكا بالضبط، تو تاخذ حقها بيديها الناس كل تو ما عادش يعني بالشجاره. شجار ما عادش جملة تو نتاع الحاكم والمحاكم الرقابية، لا كما يحكوا كل مصارى انا صعيدي في راسي يقول لك ايش عاجبك انت؟ مجلس النواب ناكلوا في بعضنا ولينا ضرب ومضروب، الناس الكل تتفرج، العالم كامل يتفرج فينا راه يكذبوا علينا يزينا. انا بيرسونيلمون صدقني والله لعاد نتفرج فيها التلفزه، نتفرج في الفضايح. انا تونس كانت تهبل، تونس كنا نخرجوا في الامان، كنا نخرجوا في الليل ما نخافوش، توا لا لطف حتى في النهار ولينا نخافوا. اللي قاعد صاير في المجلس التاسيسي هذاك هو اللي قاعد صاير في الشارع التونسي، اللي قاعدين يشوفوا فيه في المجلس التاسيسي. انا نجم توا نصوتك، انت تنجم تصوتني، الحاكم ما عادش يحكم فيه. علاش؟ خاطر اللي هما كوادر كبار معناته سياسيين كبار ما احترموش بعضاهم. هذا اللي صاير في تونس. ويا ليت يا ليت يا ليت انه الشعب يفيق الدوره الجايه نتاع الانتخابات الجايه، يا ليت يفيق ويستاصل معناتها العبره هذه
اللي قاعد يشوف فيها تو كيفاش يقولوها معناتها يبرمجوها في الدوره الجايه يعرفوا شكون يختاروا، اختاروا زايد وفلان 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 اللي هما يبثوا على اللطف ويبثوا على معناتها الاحترام في الشارع وفي كل شيء. تهميش موجود، فقر موجود، اللي عشناه 25 سنة و 50 سنة التالي قاعدين نعيشوا فيه وما زلنا باش نعيشوا إذا كان وصلوا بالطريقة هذه، وهذاك اللي صاير في الجنوب. يعني هذا كل هو اللي صاير نتيجة الفقر. يعطيك الصحة، هذا نتيجة اللي موجود في الشارع في المجلس السيسي واللي موجود في الشارع، هذا هو اللي قاعدين اللي قاعد الشعب التونسي يستأصل فيه ياخذ في العبرة من المجلس السيسي. إذا كان توصل راجل صاحبه في ساعة معناته قدام عالم كامل يعطيه بدماغ يفلق له جبهته وإلا تقطع لها فشعرها فعل الدنيا السلام، فعل الدنيا السلام. هذا اللي ساير، هذا النتيجة هنا قاعدين نشوفه فيها في الشارع، النتيجة اللي تصير في التلفزة قاعدين نشوفه فيها في الشارع وما زالت باش تتواصل. إذا كان هما ما احترموش بعضهم، إذا كان هما ما احترموش الشعب اللي قاعد يتفرج فيه، راه باش يصير أكثر من هك وأتعس من هك وأشنع، معناتها بعبارة أوضح أشنع من هك. بالنسبة لي أنا مش عاجبتني تونس الكل، تونس الكل ماهيش عاجبتني. الدنيا ماشية وتفسد، الغلاء المعيشة، الفقر، التهمش، بناتنا نصلي على النبي، أنا عندي بنتي باك بلس 6 وباك بلس 7 قاعدة في الدار، فهمت؟ ناقمين شباب، ناقم شباب قاعد ينتحر، أنا ماذا بيا تغيروا بلادنا شوي، تغيروها، تنحوا الأحزاب، تنحوا شو اسمه ذاك، شو اسمه ذاك اللي ما يحبوش، ما يحبوش الناس الكل، شو اسمه قول معايا، فهمت؟ غنوشي فهمت؟ أكلت الأحزاب تنحى الكل، بدون الأحزاب بدون رئيس. تونس اللي تهلكة يعني ماشي، كانت قبل ما فهميش تو عاد الزين ما كانش عندنا مشاكل جملة، يعني توك شوف يعني أعطيك حكاية من الآخر، أنا حتى تونس تحب تنحي تحب تتصلح تنحي النهضة من الآخر. الحل هذا كل يلزم يصير من سيد رئيس الدولة ورئيس الحكومة، الزوز هذوما يلزمهم يقفوا على الشيء هذا باش ما عادش يعاود يصير الشيء هذا مرة، فهمني؟ رئيس الدولة ورئيس الحكومة يلزمهم يتحدوا معاهم الأعضاء اللي هنا معاهم هما، يتلفتوا للشيء هذايا ويتلاقوا به، خاطر هذايا إذا كان باش يسكتوا عليه الشيء هذايا بتزيد تصير أكثر، تولي حروب أهلية، راه باش يجي نار تولي حروب أهلية في تونس، كم شبق الوضع هذا كاين؟ ما يساعدش، مش معقول، فما ناس عندها شهري ونورمال ومش خالطة، خلي اللي ما عنده شهري وماهوش يخدم.